إليك أيا رحمن أخلصت وجهتي وأنت رجائي والرضا منك منيتي أقلني وارحمني فإني عاجز ومنك إلهي كل حولي وقوتي ومن نائبات الدهر يا رب عافني ومن ذا الذي يرجى إذا هي كرتي سوى الله جل الله ذو اللطف إنه ملاذي ملاذ الخلق إن هي حلتي فكن لي عونا يا معين فلا يرى سوى لك في دنياي كل تلفتي أعني بلطف كي يدوم توكلي عليك إلهي في رخائي وشدتي لك الملك يا ذا العرش أنت مهيمن لك الأرض والسبع السماوات ذلتي إلهي فاجعلني عزيزا بطاعة لوجهك أنشيها بصدق وذلتي إلهي أجب لي دعوة قد بثثتها وحاشاك عن ردي إلهي بخيبتي لك الملك يا ذا العرش أنت مهيمن لك الأرض والسبع السماوات ذلتي إلهي فاجعلني عزيزا بطاعة لوجهك أنشيها بصدق وذلتي إلهي أجب لي دعوتي.